مهم جدا ان انت تتعلم اللياقه البدنيه، وبتعمل مباريات متدرجه زي ما الكابتن حسام ماشي كده بتقابل فريق النصر كده، المستويات ممكن تلاقوها اعلى، وده طبيعي جدا جدا، عشان انتوا عارفين الطبيعي لاي فريق بياخد اجازه، الطبيعي لاي فريق بيريح بعد بطولات، لكن الكلام ده مش موجود، ومش عايزين نتكلم في مشاكل تاني. لكن الاهم للنادي الاهلي ضربه البدايه في الدوري اللي هو هيقابل فريق الجيش، وان شاء الله بعدها مباراة الترجي اللي كل الأهلاوية منتظرينها إن شاء الله، والنادي الأهلي يقدر يحقق لنا نتيجة طيبة إن شاء الله عشان الحلم الأفريقي اللي كلنا منتظرينه. كمان معانا الدكتور كرم كردي يطمنا، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في أوغندا، يطمنا على الفريق، الأجواء هناك إيه، استعدادات مستر كوبر للمباراة. كابتن كرم برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن سيد، ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة، وحشني كتير، وطمنا على الفريق يا كابتن كرم. هلا احنا لسه واصلين المطار، يا دوبك طلعنا منه. الرحلة خدت حوالي 4 ساعات ونص. نزلنا في الطيارة، كانت معالي السفيرة والقنصل العام والسفارة كلها بتنتظرنا، وكان في ناس كان في اعتقد مطلوب من الجيش او الشرطة الأوروبية. أنهينا الإجراءات في ثواني وخدنا حاجتنا على طول، وطلعنا ركبنا العربيات واللعيبة بتاعهم، وإحنا في طريقنا دلوقتي من عنتيبة لكمبالة. وأعتقد الطريق هو رقم 40 كيلو، لكن اللي عرفت إنه بياخد أكتر من ساعة. يعني أنا كنت جيت هنا قبل كده والطريق بيبقى زحمة شوية، فربنا يسهل ونوصل بقى اللعيبة ترتاح. وبكره يكون في بقى تمرين الرئيسي في وقت المباراه، يعني الساعه 3 القاهره، وبعد بكره الماتش، ودعواتكم لينا كلكم. اكيد طبعا، ان شاء الله ان شاء الله حلمنا كلنا، حلم المصريين الصعود لكاس العالم، بقالنا سنين طويلة ما رحناش. إن شاء الله المنتخب والمدير الفني قادر اللي يحقق لنا حلمنا. بس عايز أطمن من حضرتك على حاجة، أنا هكلمك بإحساس لاعب كرة القدم. أول ما بتنزل من المطار بتعرف الاجواء، اول ما بتطلع في الشارع على طول بتبقى خلاص الرطوبه، الدنيا هناك الجو عامل ايه؟ لا والله لا، الجو كويس، رغم ان هو الفورتكاست كان لازم نيجي الايام اللي فاتت كلها كان فيها امطار، وكانت الرطوبه المفروض ان هي حوالي 80%، لكن احنا طلعنا لقينا الجو كويس، درجه الحراره اعتقد 24 او 25، لا ال 24 درجه الحراره قدامي في العربيه اهي. لا يعني لغايه دلوقتي انا شايف الامور كلها الحمد لله وباذن الله، يعني اللعيبه تاخد قسط من الراحه كويس، لان يعني احنا جينا اتحركنا من فندق الساعه 1، الساعه دلوقتي 10، ولو بالمجد جينا الساعه 12، يعني الرحله استمرت مثلا حوالي 10 ساعات ولا حاجه او ربنا يسهل ان شاء الله ويقويهم، واحنا معاهم المهندس الموجود معانا في البعثه والمهندس احمد الجائد، معانا كمان الشتاوي سكرتير التنفيذي بتاع اللجنه الاولمبيه جاي برضه يعزف الفريق وده شيء جيد. ربنا يسهل، واللعيبه انا شايف كلهم صغار وكلهم تفاؤل، وباذن الله ما هو ده يا دكتور اللي انا كنت اسال حضرتك عليه. كنت اسال حضرتك، في الطياره بيبقى باين الروح المعنويه للجهاز الفني واللاعبين مرتفعه جدا. هو طبعا كوبر كالعاده كده مرتين او ثلاثه كالعاده بيفضل قاعد وحاطط عايز وماسك اللابتوب بتاعه وعمال يراجع المباريات ويراجع تحقق اللعيبه واسكن شويه بيتفرج عليه كالعادة. هو الراجل بيبقى مركز تركيز غير عادي في السفريات، واعتقد حتى في حياته مش في حياته الكوره. فيا رب كل ده يسمع نتيجه ترضينا وتسعد الجماهير المصريه كلها. دكتور يعني بنقل تحياتي لحضرتك، وان شاء الله مبارك لك بعد المباراه، عندنا عندك ثقة كاملة إن شاء الله. يا رب يا رب، مباراة مهمة جدا لمنتخبنا. أنا بشكرك ورايح بقى يا دكتور، عشان إن شاء الله بكرة تطمنا أكتر وأكتر إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. دكتور كرم
دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. ما رضيناش نطول عليه الراجل، السفريه طويله وكمان الطياره اتاخرت اكتر من ساعه وشويه واجواء صعبه جدا السفر. عايز اقول لكم على حاجه، اللي حتى هو بيقول الجو كويس لكن الاجواء في افريقيا بتبقى صعبه عشان توصل الفندق، ممكن دكتور كرم زي ما قال 40 كيلو الصعوبات في الشوارع هناك عشان توصل للفندق بتاعك بيبقى فيه صعوبات بجد، لكن مفيش اعذار ومفيش مين اللي يلعب ومين اللي بره ومين اللي خرج من المعسكر زي ما البعض بشوف الفتنه برضو شغاله. مفيش اهلي وزمالك في علم مصر، احنا النهارده كلنا منتخب مصر لما يوصل لكاس العالم كل مصر بتفرح كلها والكل هيبقى سعداء، مفيش بقى احمر واصفر وابيض والكلام ده كله يبقى موجود. كمان ايمن اشرف استبعد النهارده، قال ايه؟ قال لك الوصول للمونديال اهم من اي لاعب، ده كلام محترم والراجل مش موجود، وهي دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها دايما. فمن هنا يلعب يلعب، المهم منتخبنا يحقق الهدف والوصول لكاس العالم، لان ده حلم المصريين، نفسنا نلعب كاس عالم. المفروض حققنا 3 كاس امم ورا بعض وكان لينا باع كبير جدا في البطولات، كان لازم وطبيعي ان احنا نوصل لكاس عالم. ولكن دلوقتي عندنا فرصة مهمة من قبل المباراة، مش عايزين نقول أجواء، مش عايزين نقول أرضية ملعب، مش عايزين نخلق أعذار، تحمل المسؤولية. ودايما أنا براهن لما المدير الفني يعني يتكلم مع لعيبته أو يبقى بيلعب على العامل النفسي، اللي أنت لازم تفرح الجماهير، لأن جماهير كرة القدم تستحق في الظروف الصعبة اللي هي تفرح. ودايما براهن على كرة القدم، لأن كرة القدم في العشر سنين وخمستاشر سنة الأخيرة هي الفرحة، هي البسمة، وده حضراتكم كلكم عارفين كده. فكلنا ورا منتخبنا الوطني، كلنا ورا مستر كوبر، كلنا إن شاء الله محتاجين انتصار مهم في مباراة أوغندا. خليني أقول لحضراتكم القايمة اللي موجودة لحراسة المرمى، عصام الحضري وأحمد الشناوي وشريف إكرامي، خط الدفاع أحمد فتحي، أحمد المحمدي، عمر جابر، رامي ربيعة، أحمد حجازي، سعد سمير، محمود عزت استبعد النهارده برضو، محمد عبد الشافي، كريم حافظ، ومحمد فتحي. خط الوسط حسام عاشور، محمد النني، طارق حامد، سام مرسي، صالح جمعه، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، رمضان صبحي، محمود كهربا، وعبد الله السعيد. خط الهجوم احمد حسن كوكا وعمرو جمال وحسام حسن. المستبعدين محمد عواد وايمن اشرف ومصطفى فتحي الاصابه واحمد الشيخ. دي قائمتنا، يا رب ان شاء الله منتخبنا يسعدنا ويفرحنا ويرجع لنا بنتيجه طيبه، خصوصا ان احنا فاضل على الحلو زقه زي ما رجل الشارع البسيط بيتكلم. فدي مباراه محتاجين فيها لو انتصار، لو فزنا الماتش ده بانتصار انا بقول لحضراتكم مبروك وصلنا كاس العالم، لان منتخب مصر يستحق اللي هو يبقى موجود وسط كل الفرق الكبيره في العالم من مكانتنا وادائنا وحتى البطوله الافريقيه. البعض اتكلم دايما لما تلاقي الجماهير بتتكلم ودايما الناس بتتكلم، ليه بندور على السلبيات فقط؟ الاداء ما بيعجبش البعض واحيانا ما بيعجبناش، ولكن في ظل الظروف الصعبه اللي مرت بيها وما عندكش جماهير بتحضر ودوري شويه هيقف وشويه يرجع وجيل جديد من لعيبه خرج جيل، واللي انت النهارده توصل المباراه النهائيه في افريقيا دي حاجه كويسه مش وحشه وتبني عليها. بنزعل شويتين احيانا لما بنلعب بخطه دفاعيه مبالغ فيها وبنتكلم في ده، لكن كلنا مصر النهارده، ولا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اتحاد ولا اي حاجه غير علم مصر. ده كان مهم جدا نقوله لحضراتكم في البدايه. في كل حلقه الفريق العمل بيقول لي بكره المباراه مذاعه على قناه النادي الاهلي، الاهلي والنصر الساعه 5 ان شاء الله حصريا على قناه النادي الاهلي، عشان تطمنوا على فرقتكم والشغل الموجود والمجهود المبذول. في كل حلقه من حلقاتنا بنتكلم